خلينا أخذكم مشاهدينا كمان في موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم اللي حنتكلم فيه عن الزواج بعد سن الأربعين، والكثيرين يشوفوا أنه له مزايا وهي أنه الزوجين يكونوا ناضجين، خاصة أنهم مروا بكثير من تجارب في الحياة، فيكون زواجهم مبني على أسس ثابتة عندنا وحقية. إيش؟ لكن من جهة أخرى في ناس تعتبر أنه بناء أسرة بعد سن الأربعين هو شيء صعب، لأنه الشخص بعد عمر الأربعين يعني يكون صنع لنفسه عالمه الخاص، وصعب أنه يدخل في عالمه شخص ثاني وشخص جديد. لكن طبعا تختلف الآراء أكيد حول هذا الموضوع من شخص لآخر، وطبعا بحسب التجارب الشخصية. حنتكلم أكثر عن الموضوع مع رائدة الأعمال غزلان قنز اللي تزوجت بعمر الأربع وأربعين، فنقول لك ألف مبروك، أهلا وسهلا فيكي، وصباح الخير، عروسة يعني. صباح النور، يا هلا فيك. سنة ونص. سنة ونص عروسة، دائما يقولوا العروسة لين لما تصير أم. خلينا نعملها مفتوحة المدى. أيوة. عروسة دائما. خلاص عروسة دائما إن شاء الله بإذن الله. تزوجت بعمر الأربع وأربعين، ويمكن إحنا في مجتمعاتنا العربية بصراحة حقولك يمكن شوفوه متأخر، لكن أنت شفت فيديوهاتك وحبيت توعي الناس في هذا الموضوع، ليش قررتي إنه تتزوجي في سن هو ما هو متأخر بس غير المألوف؟ خلينا أكيد. شوفي سارة، أنا بحس إنه الزواج نصيب. تمام. صح. يعني لو كان عمرك بالعشرين ولا بالثلاثين ولا بالأربعين وقد ما سعيتي ممكن تلاقي وممكن ما تلاقي، فهيدا نصيب أول شيء. بس بدي أقول شغلي، أنا كلامي عن الزواج بعمر متأخر خلينا نقول هو عبارة عن تجربتي، بس مش تشجيع. أيوة. إنه الناس تتجوز. يعني أنت ما بتروجي للناس إنه تتزوج متأخر؟ أكيد لا. أنا أيوة. بروج إنه نتزوج للسبب الصح، نتزوج على الأسس والمبادئ الصح لحتى نعطي هيدا الزواج أكبر فرصة إنه ينجح. أي. لأنه الزواج شغل، ما مثل النبتة يعني دايما بدك تشتغلي عليه. صح. كل يوم لحتى يضل يثمر ويضل هيك يعني صحي. أي. فإذا ما بيبدأ على الأسس الصح مستحيل يقدر يكمل. صح. فهذا هو اللي صار. هذه تجربتك الشخصية. غزلان، أعرفك أنت ما شاء الله عليك من زمان رائدة أعمال وتحبي تشتغلي، عندك باشن لشغلك وما شاء الله عليك في كل مكان، يعني دائما تحبي تجربي كمان تشالنجز جديدة خلينا نقول. هل عمرك حسيتي في سن معين أنه أنت كان لازم تختاري بين أنه تتزوجي او، لانه في الاخير هو يعني انت بتجذب الناس صح، يعني اوقات تعملي لنفسك بلوك وتبغي انت فعليا تبي تركزي على الكارير وتبي تركزي على الشغل وفين توصلي وتعملي بلوك لهذا الشيء، فهل حسيت انت لازم تختاري بين الاثنين؟ ما حسيت انه لازم اختار. حسيت دائما انه لازم اعمل الشيء اللي انا بدي اسويه، ولما بيجي الشخص الصح رح يزبط مع المزيج اللي بحياتي. عرفتي؟ كوني انه اخذت طريق مهني بحياتي ما كان اختيار، انا اكبر وحده بين اخواني ومسؤوله مع والدتي عن عائلتي، فاضطريت انه اشتغل. بس هيدا المشوار المهني كل ما كبرت فيه، كل ما طورت حالي، كل ما وصلت لنجاحات، كل ما صرت اعرف حالي اكثر. صحيح. وكل ما صرت اعرف قيمه حالي اكثر، صرت اعرف مين الشخص اللي بيستاهل يكون بحياتي، اللي انا بقدر اضيف على حياته وهو كمان. فهذا هو اللي صار، هذه هي النقطة، إنه كل ما الواحد بيعرف حاله أكثر رح يعرف يختار الشخص اللي بيناسبه. مين الشخص المناسب اللي في حياتك؟ يعني لما دحين تعرفتي نفسك وعرفتي قيمة نفسك، طب حكينا عن زوجك، يعني كيف قدرتي تدخليه في حياتك بعد ما كونتي نفسك؟ زوجي صدمني إنه أنا إنه نحن يعني تزوجنا بعد. ليش؟ لأنه كان في صفات يمكن على الورق أنا كنت ما أتخيل إنه هاي تكون مواصفات زوج المستقبل. يعني زي ايش يعني؟ زوجي اصغر مني بالعمر. اوكي. زوجي قد ايش يعني تقريبا؟ منيح. منيح. انا اليوم 10 سنين شيء. 10 سنين والله حذرتها صح يعني. بس اللي بيضحك انه زوجي خبى عمره عني لما بلشنا نتعرف على بعض اكثر. اوكي. بس كان ناضج كثير، يعني انا كانت عندي هالفكره النمطيه انه الرجال دائما تفكيره بيكون، لانه دائما البنت تنضج اسرع يمكن، فدائما هذا التفكير. مزبوط. ولكن أكثر. كان العكس مع زوجي، وكمان هو من ثقافه مختلفه، هو انجليزي. انا كنت دائما افكر انه بركي ثقافه اقرب، بس المهم هو المشاركه بالقيم، يعني شو اهم قيم عندك انت؟ هل العائله مهمه عندك؟ هل انه توصلوا مع بعض لطموح بعملكم اهم؟ فبعتقد لما يكون في مثل ايش؟ طيب لو نتكلم عن الفاليوز والقيم المهمه المشتركه، عشان يعني هو انجليزي كمان انت حضرتك
عائلتك عربية يعني إيه؟ فإيش لقيت القيم المشتركة بتقدروا تنجحوا فيها الزواج؟ يعني بالنسبة لإلنا اثنيناتنا كتير طموحين، اثنيناتنا حابين إنه نوصل لأشياء بحياتنا المهنية العملية، اثنيناتنا في عنا هالتشجيع لطموح بعض. فإذا أنا تأخرت بالشغل أو هو تأخر بالشغل، نحن عارفين إنه هيدي الشغلة كتير مهمة. حياتنا بتشبه بعض، هو رائد أعمال اللايف ستايل يعني اللايف ستايل إيه؟ وبعدين بحس كمان إنه موضوع الصداقة أوكي، شغف وباشن وحب وغرام كله تمام، بس لازم يكون في هيك تحت منه صداقة تحسي إنه أنت عن جد بدك تقضي وقت مع هذا الإنسان. فكرتوا تجيبوا بيبي مثلاً، يعني يكون عندكم أطفال؟ هل تكلمتوا في هذا الموضوع قبل، خاصة إنه أصغر منك بعشر سنين؟ هل فكرت إنه ممكن يغير رأيه طيب بعد الزواج؟ نحن أول ديت أنا عندي الكتاب مفتوح أصلاً كله على الإنستغرام. أنا صراحة موضوع الأطفال مش موضوع، يعني من فترة مش موضوع أنا حبته لإلي، مش من اختياري، بحب الأطفال وكل شيء بس it's not for me مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، وهذا الشيء حكينا فيه بأول الطريق. هو موافق مع أنه كثير ناس يقولوا أنه بعد الزواج وبعد الحب وبعد العشرة سبحان الله يعني ممكن أنه تغيروا رأيكم. ممكن بس شوفي نحن جبنا كلب وهينا أكد لي أنه أنا ما بدي أطفال فخلص الموضوع. لا بعتقد أنه يعني أنا هيدا الموضوع بالنسبة لي مش أخذي هالقرار بمشاعر، أخذته بموضوعية وبلوجيك وبأنه أنا عارفة شو بدي. هذا موضوع تاني. بعد ما كونت نفسك صار عندك هذا الوعي أنه نوعا ما صرت تقرأ الأشخاص يعني تعرفيهم، فإيش كانت اللحظة اللي عرفت أنه هذا حيكون زوجك؟ بتعرفي مش كتير هلا انا وزوجي كنا نعرف بعض سنين بس عن طريق العمل. اوكي، فكان اوريدي انا يعني عارفه يعني في بيناتنا اعمال، فكنت اوريدي عارفه الشخصيه وعندي ثقه انه هالشخصيه يعني شخصيته حلوه، بس كان كتاب مفتوح من الاول. عرفتي كتير في وضوح، كتير في سلاسه، كتير في سهوله بالموضوع، فهيدا بعتقد يمكن من العلامات الجرين فلاج. كيف هربتي من ضغوطات المجتمع انه فينك عن الزواج، او مثلا لما في العشرين أو الثلاثينات ما قالوا لك إنه ها متح تتزوجي، كيف هربتي من كل هذه الضغوطات؟ شوفي صار المجتمع للأسف، هي طبيعة المجتمع إنه شو ما عملتي في شيء رح يحكوا عنه. صح. إذا ما تزوجتي، إذا تزوجتي وتطلقتي، إذا ما جبتي أولاد، إذا ضليتي قاعدة بالبيت وسكتتي على زوجي عنف، كله دائما في حكي بالمنيح ومش منيح. كتير مهم إنه نحن نعمل حدود وباوندريز مع الأهل، مع الأصدقاء، مع المجتمع، لأنه بالنهاية أنا بفضل ضغط المجتمع على إنه أعيش مع إنسان 24 ساعة. أي والله. مش مبسوطة فيها. المجتمع مش رح يعيش حياتي. هلا أنا بعرف إنه أنا عم بحكي من دار privileged، يعني في مجتمعات وفي يمكن بنات عايشين بعيال ما عندهم هيدا الخيار أو في ضغط يمكن عليهم أكتر. صح. بس إذا في عندك مجال انك تختاري، اعملي الديسيجن الصح، اعملي او حاربي الصح. هل تنصح انه تحاربي؟ اكيد اكيد اكيد، يعني هيدي حياتك بالنهايه، ما حدا حيعيش هالحياه غيرك انت. شوفي انا يعني تزوجت مرتين، واحده كنت مره صغيره واحده كنت اوعى بكثير، واقدر انا اشوف الفرق في وعي انا انه انا مين، انا ايش ابغى اصلا من هذا الزوج، ايش ابغى من الزواج، كيف حتصرف في مواقف معينه، في فرق حسيته كثير كبير. لكن ابغاكي يعني تشوفي كل بنت بتتابعنا الان اللي يمكن تاخرت في الزواج او ما لقت نصيبها زي ما انت ذكرتي، ايش تنصحيها النصيحه؟ خاصه انه في بنات يعني يبغوا يكونوا اسره بس لسه ما لقوا النصيب، هنا ايش تقولي لها؟ يعني شوفي انا بنصح، انا ماني خبيره بهذا الموضوع ولكن عن تجربه شخصيه. النصيب رح يجي ان شاء الله، والنصيب الصح اهم من اي نصيب. بس بالوقت هيدا اشتغلي على حالك، اشتغلي على انك تكوني احسن باي شيء بحياتك، سواء كان بشغلك، بتطويرك لذاتك، بشخصيتك، بانك تتعرفي على حالك، لانه لنعرف حالنا هي رحله بنمرق فيها. فطالما طويله كمان وما بنخلص، ما بنوصل لكل شيء. فطالما انه الواحد عم يشتغل على حاله، طالما انه هو ما عم بيضيع وقت، ولما تشتغلي على حالك هيدا بيقربك للشخص اللي بيستاهلك بعد أكتر. أيوة. عرفتي وتعرفي أنا دائما أقول البنت اللي تقعد تدور ما حتلاقي، بس لما تركز على حالها هو حيجي. بالضبط. والله فعلا دائما كذا. شكرا لك غزلان، يعطيك ألف عافية. وإحنا سارة. من جد يعني كل الحب لكل البنات، وفعلا ما عمر البنت الضغط اللي يجيها وخليها أوقات تاخذ القرارات الخطأ، لا خذي وقتك، اشتغل على نفسك زي ما قالت غزلان، وإن شاء الله النصيب حيجيكي في الوقت المناسب. إن شاء الله. شكرا.